نروح لأحد الماتشات والمباريات الرائعة جدا. قبل ما نروح لماتش الإسماعيلي يا جماعة وبنك الأهلي، معانا الكابتن أحمد صالح مدرب العام لفريق طلائع الجيش. كابتن أحمد، يعني ببارك لحضرتك على هذا الفوز وعلى كمان المردود والأداء الخاص بطلائع الجيش في الموسم ده. تحياتي ليك أستاذ رجائي، والحمد لله على الأداء والفوز والأداء بشكل عام اليوم ما مسكنا طلائع الجيش. واقول شكرا للجهاز اللي معانا كله بقياده الكابتن عبد الحميد بسوري واداره النادي اللي موفره كل شيء للعيبه، مساعدانا كتير جدا جدا على تحقيق الاستقرار وتحقيق النتائج اللي موجوده. يعني خليني اسالك كابتن احمد، ايه اللي فرق اداء او الاجواء العامه اللي تم توفيرها من اداره طلائع الجيش للفريق، ونيجي نقارن الاداء هذا الموسم بالموسم اللي فات؟ ان السنه دي اداره النادي بقياده اللي هو حسام خضر واللي هو علاء السعدان اللي هو ايمن المصري، توفر اللعيبه بقت دي كلها تابعه للنادي او عقود للنادي امتداد 3 سنين وسنتين. كانت حوالي 19 لعيب السنه اللي فاتت اعراض، دلوقتي بقى النادي ليه اللعيبه بتاعته، وده بيحافظ على الفرقه بتاعته وبيحافظ على الكيان بتاعه. فديتنا احنا استقرار كبير جدا جدا، لعيب مستقر ما بيفكرش همشي فين اروح فين، بيدور مع وكيل او لا، السنه دي مركز، التركيز مهم جدا جدا، ان اللعيب عارف ان الناس ده هو قاعد في النادي بيشتغل في النادي، فعايز يحقق الهدف ان هو يكون موجود اساسي، طموحه يروح منتخب يبقى موجود يعمل احصائيات ليه بشكل كبير، ان هو يعمل اهداف او يجيب اهداف او يعمل اسيست او ايا كان التفاصيل اللي هي بتبقى موجوده في الاحصائيات اللي هي بتعلي من سعر اللاعب. فاعتقد السنه دي فرقه كتير جدا جدا مع اللعيبه عندنا، واللعيبه كلها طموحه، واللعيبه كلها عندنا بتأدي بشكل كبير جدا وبشكل مميز جدا، حتى لو مش موفقين في بعض الاوقات لكن بيبذلوا جهد كبير جدا جدا كل اللعيبه. يعني كابتن احمد، يعني من الطبيعي ان احنا نشوف مهاجم بيسجل اهداف، اما في مدافع عندك بيسجل اهداف محمد فتح الله كاماتشو النهارده اصبح هداف للفريق، دي تعليمات من الـ من الـ من الاداره الفنيه للفريق، انا فاهم صح؟ هي الكرات الثابته كده كده فتح الله بيطلع هو والصروحي الاثنين مساكين بيطلعوا في الضربات الثابته، بيكونوا موجودين كانهم مهاجمين لانهم بيلعبوا بدماغهم بشكل كويس جدا. فتح الله جاب قبل كده هدف بدماغه، النهارده جايب هدف برجله من ضربه ثابته بيطلع في الضربات الثابته. فاعتقد فتح الله غير الاهداف هو مميز جدا جدا جدا، هو وخالد سطوحي عاملين اداء كبير جدا جدا من السنه اللي فاتت مش من السنه دي، واتمنى ان هم يبصوا لهم في المنتخب حتى لو يروحوا معسكر يشوفوهم على الطبيعه. فتح الله مميز جدا جدا، سطوحي مميز جدا جدا في ظل الازمه الكبيره اللي في المنتخب في حته المساكين دي، اعتقد ان هم عاملين اداء ومردود كبير جدا جدا مع طلائع الجيش. يعني كابتن احمد، في بعض من الفرق يعني لما تخش المربع الذهبي يعني بتستقتل على المنطقه دي، يعني اهدافكم انتوا السنه دي الموسم ده ان انتوا دخلتوا المربع الذهبي ما شاء الله المركز الثالث خلف النادي الاهلي، مش ناويين تطلعوا من مركز من 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 احد المراكز الاربعه الاولى في الدوري؟ لا، احنا كل اللي بنفكر في الماتش اللي جاي. وطموحنا كبير ان احنا نكون موجودين طبعا في المربع ده، شيء يبقى كبير جدا وشيء مهم جدا جدا. لكن كل اللي احنا بنفكر فيه هي المباراه القادمه فقط، ما بنفكرش اكتر من كده، نبص على الثلاثه بونت، ناخد الثلاثه بونت بعد كده نبص للمرحله اللي بعد كده، يعني احنا بناخد خطوه بخطوه، يعني ما بنبصش لفوق قوي. احنا الماتش اللي جاي مين يا كابتن احمد؟ احنا عندنا المقاولين ان شاء الله يوم 15. فبنبص على ماتش المقاولين اللي جاي، احنا هناخد اجازه يومين، وبعد اليومين ان شاء الله هنبدا شغلنا على نادي المقاولين، وده اللي بنفكر فيه، لكن غير كده ما يعني ما بنفكرش، يعني طموحنا ان احنا ناخد 3 بونت اللي جايين. يعني عظيم جدا. في اخر السنه بقى نبص على الجدول يعني. طيب خلينا اسالك برضو على الميركاتو الشتوي، هل في تدعيمات في يناير اللي جايه لطلائع الجيش؟ لحد دلوقتي ما اتكلمناش في تدعيمات، احنا بنسد حته الاداره مع الكابتن بسوين، احنا مركزين فنيا مع المباريات اللي موجوده والقادمه. لحد ما يجي موضوع بس التوقف يبقى في كلام، لكن ما نقدرش نتكلم دلوقتي ان احنا عايزين، او لان احنا في الماتشات الدوري العام شغاله ولعبتنا فايقه بشكل كويس، فمش عايزين نوقعهم لو في لعيب ماشي او لعيب في نفس المكان جاي، فهتبقى مشكله بالنسبه لنا الاعلان عنها. يعني احيانا التوقف ده بيبقى لصالح بعض الفرق، واحيانا بيبقى ضد صالح بعض
الفرق، انت شايف التوقف ده لصالح الفرق اللي طلائع الجيش ولا لا؟ لا، هي بتبقى في صالح الفرق اللي عندها اصابات، الاصابات بترجع، في بعض الفرق بتبقى مش موفقه، التوقفات دي بتفرق معاها بشكل كبير جدا، لكن فرقه بتكسب اعتقد التوقف ده بيأثر عليها شويه من حته النواحي البدنيه والنواحي الخططيه، لكن لو انت معاك مدرب شاطر، مدرب كويس ومخطط احمال كويس، اعتقد الحته دي ما بتاثرش بشكل كبير، لان الناس بتعمل فيها ماتشات وديه وبتحافظ على اللياقه البدنيه بشكل كبير، والشغل التخصصي بيتعمل بشكل منتظم يعني مع الفرقه كامله، بيبقى في تخصصات كده معينه بتتعمل، لكن المدرب الشاطر ويكون معاه مخطط احمال شاطر بيقدروا يظبطوها بشكل كبير يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد صالح مدرب العام لفريق طلائع الجيش، وطبعا بنبارك ليك وبنبارك لكابتن عبد الحميد بسيوني على هذا الفوز وكمان على الاداء والمردود الرائع في هذا الموسم، ونتمنى ان هو يعني يستمر.